رامز حمد لله على السلامة مبدئيا واسفين على الرخامة، وده جزات اللي يسمع كلامي ويمشي ورايا لازم يستحمل أذايا. أهلا بيكم في رامز جاب من الآخر، فلتبدأ المساخر. طبعا انتوا مستغربين انتوا ليه هنا مع بعض، انتوا متهمين ان انتوا لا شفتوا شقة ولا تعبتوا علشان توصلوا للنجومية اللي انتوا فيها. لازم تعانوا، لازم تحافظوا على اللي انتوا فيه. دخل الوحش. دخل وحش ايه؟ شغل السن ناحية الكلب. لف واجري يا بيبي، لف واجري، لف واجري. شغل السن، لف واجري عكس. اجري عكس، لف واجري عكس. يا بنت اجري بالعكس يا بنت. اجري بالعكس يا بنت. مش عارفة. اجري بالعكس. اجري بالعكس. ايوه شاطرة شاطرة شاطرة. اجري بالعكس يا اخ. استنى. دخل الوحش. دلوقتي يا جماعه علشان تخرجوا من الاوضه دي لازم تساعدوا بعض، في خرم من الخروم دي هتلاقوا فيه مفتاح. يلا يا بيبي ساعدوا بعض، يا بيبي ساعدوا بعض. طيب ما عنديش وقت. يعني ايه استنى؟ انا مش فاهم. طلع الوحش. لا لا استنى. اجري عكس الاتجاه، شغل السير. اجري العكس يا بنت، اجري العكس يا بنت، يا بنت اجري العكس. ده في واحده عبيطه. اجري العكس يا بنت. ايوه شاطره زي اختك كده. يلا يا بيبي دخل الوحش. دخل ايه؟ مفتاح هنا. يلا مد ايدك، مد ايدك. ما هو ما فيش. افتح النفق. نفق ايه؟ دخل الوحش. لا خلاص بقى، خلاص والنبي. يلا يا بيبي. خلاص يلا يا روح. خلاص والنبي. يلا حبيبتي خش يا ماما، خش يا ماما. يلا اقفل النفق.